الحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا دكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بك دكتور، صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على مشاهدين إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك. يعني لو تحدثنا في البداية عن أهمية هذا المشروع، مشروع كمت، ودوره كمان المحوري اللي بيلعبه في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية. طبعا موضوع مراكز البيانات العملاقة هي موضوع مهم جدا، ان هي من اساسيات البنية المعلوماتية حقيقة الضرورية جدا لأي دولة عاوزة تقطع شوط كبير في هذا الاتجاه، وخصوصا ان احنا بنتكلم على حجم البيانات اللي بيتم تداولها كبير جدا، فوجود ان يكون عند حضرتك مراكز بيانات تمتلكيها دي بيديكي كمان فرصة اكتر لتأمين بياناتك ضد اي اختراقات، كمان يبقى عندنا فرصة ان احنا نحلل هذه البيانات العملاقة ونطلع منها التقارير لمتخذ القرار، توجهات نقدر تنبؤ بالامور، نقدر نحط الكثير من الاستراتيجيات في كل المجالات. حقيقة لو بتكلم في مجال صحة، مجال تعليم، مجال دعم، مجال الخدمات الحكومية، فهي احنا عصر البيانات هو، والبيانات النهاردة أصبحت بترول القرن 21 هي، وغير ان احنا من خلال مركز البيانات تقدري كمان حضرتك تقدمي نوع من أنواع خدمات الاستضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الأعمال والشركات الدولية طبعا، عشان يبقى في نوع من توزيع البيانات حوالين العالم، يبقى ده بيقدم الخدمات بصورة أسرع وصورة أكثر جودة للناس اللي محتاجة هذه النوعية من البيانات أو اللي هم بيدخلوا على هذه النوعية من الخدمات الرقمية. يعني التأثير يا دكتور محمد هيكون تفتكر على المدى القريب أم المدى البعيد لمشروع مركز كمت للبيانات؟ لا طبعا على المدى القريب حقيقة ان احنا موضوع صناعة البيانات وتحليلها، وده من الحاجات المهمة جدا، ودي صناعة تقدر في السنة حجمها في حدود ال 200 مليار دولار في السنة. نعم. حقيقة فاحنا بنتكلم في حاجة اوريدي الناس محتاجاها، حاجة يتم استخدامها بصورة لحظية. الخدمات دي اي دولة عاوزة تتقدم لازم يبقى عندها هذه النوعية من البنية المعلوماتية المؤمنة المحدثة، كمان حضرتك يبقى عندك هذه النوعية من مراكز البيانات العملاقة، بتقدم الخدمات للدول المحيطة، بتقدم الخدمات للشركات العالمية. إن هذه النوعية من مراكز البيانات في احنا دايما في احتياج ليها، ان احنا كمان حجم البيانات الحقيقة اصبح، احنا بنتكلم السنة اللي فاتت كنا 120 زيتا بايت، يعني زيتا بايت هي واحد أس 21، السنة دي بقينا 150 زيتا بايت. فهذا النوع من المشروعات حقيقة مع التسارع الكبير في استخدامات التكنولوجيا، مع الحجم الكبير جدا من البيانات اللي الناس النهاردة بتستهلكها أو بتنتجها، أصبحت أن هذه النوعية من المراكز حقيقة ضرورية جدا. نعم. مش دول كتير عندها مراكز بيانات على فكرة، يعني مراكز البيانات بالحجم دي مش دول كتيرة حوالين العالم. ده يخلينا نسأل حضرتك يا دكتور، يعني كيف سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبرى الشركات العالمية، تحدث عن إفريقيا والشرق الأوسط، وكمان يعني كلمنا عن مراحل هذا المشروع، بنتكلم عن 4 مراحل بتكلفة تصل إلى مليار دولار تحديدا، لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا المشروع. طبعا حضرتك احنا بنتكلم على فكرة إنشاء المشروع وتجهيزه، وبعد كده بيتم وضع الخوادم أو السيرفرز الخاصة بيه، بعد كده بيتم تأمينه، بعد كده بيتم إتاحة الخدمات دي للمستفيدين، إذا كان على مستوى الحكومة، إذا كانت الحكومة حتى المصرية أو حتى الحكومات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، للشركات الدولية، للشركات المحلية، وده حتى يشجع حتى فكرة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ان انا هنا بقلل التكلفه على الحلقه الضعيفه في التداول اللي هي شركات الصغيره المتوسطه اللي هتبقى محتاجه بيئه مؤمنه عاليه الجوده وباسعار تنافسيه. فطبعا ده شيء مهم جدا، وزي ما حضرتك تفضلت كده احنا بنتكلم في استثمارات ليست ببسيطه، بنتكلم في حدود المليار دولار، وزي ما قلت لحضراتكم وفكره كمان هندسيا او بالارقام في هذا المشروع، بان في الاربع مراحل سعه كل مرحله 2500 كابينه نقل البيانات بقدره كهربائيه بتصل ل 20 ميجا وات. طيب دكتور محمد اخيرا خلينا برضو نروح مع حضرتك في جزئيه هامه جدا، وفكره ان هذا المشروع هدف من اهدافه الرئيسيه تسريع معالجه البيانات وكمان تحسين زمن الاستجابه في التعامل مع اي اختراقات، ودي طبعا عناصر اساسيه لتعزيز تجربه المستخدم بشكل عام.
طبعا، لان حضرتك لما يكون عندك عندك استضافه لبياناتك داخل الدوله، نعم، انت مش محتاج ان انت تطلع خارج. اولا انت بتوفر استهلاك ما يطلق عليها الدوائر الدوليه، ان انت في الاخر حضرتك انت بتستهلك دوائر محليه للوصول لمراكز البيانات اللي عندك. بالفعل. فده بيقلل لك تكلفه ان انت حضرتك عشان تصل الى مراكز بيانات خارج حدود الدوله، ده معناه ان انت بتستخدم الجزء الدولي من الكوابل، وده بيدفع عليه فلوس. طبعا كمان الاستجابة، حضرتك بتبقى مركز البيانات معلوماتك كلها موجودة، فالوصول إليها والعودة بياخد وقت قليل جدا، غير أن أنا بضطر أن أنا أروح لمراكز بيانات خارج الدولة وأرجع تاني. فطبعا فرق الوقت، فرق التكلفة، توفير عملة كمان، زائد أن أنت بتجيب استثمارات جديدة في هذا الاتجاه. أن النوعية دي من الاستثمارات هي أولا استثمارات ثابتة، واستثمارات عالية الجودة، واستثمارات بقيمة مضافة عالية، غير ان مفيش دولة النهاردة مش محتاجة هذه النوعية من الخدمات، وخصوصا ان زي ما قلت لحضرتك ان مفيش دول كتير عندها هذه النوعية من مراكز البيانات العملاقة. وكمان فكرة ان يبقى عندك هذه المراكز العملاقة، غير ان انت بتجيب عملاء من داخل القارة الافريقية ومنطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية، انت كمان حضرتك بتقدر تأسس صناعة تحليل ومعالجة البيانات اللي هي النهاردة اساس لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، استخدامات الكثير من بجانب كمان القدرة المصرية في فكرة الأمن السيبراني والدور الكبير اللي بيقوم به بتعزيز كوادر وتدريب كوادر فعالة في هذا الملف، مما سيعود بالتأكيد بالإيجاب وشكل فعلي قريب جدا على مشروع كامت للبيانات. دكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، جزيل الشكر على هذه الرؤية حول مشروع كامت للبيانات.